وعلى فكره في الاختيارات جاي لك ان دي مشكله جيت واي ولا مشكله اي بي. اولا انت موجود على مين؟ انت موجود على بي سي صح؟ يبقى دي مشكله بي سي. اصلك انت مش متوصل كونسول هنا. لو متوصل كونسول كنت هقول لك تغير الاي بي ادرس بتاعك. لكن انت متوصل كاند يوزر كايثرنت مش كادمنستريتور. يبقى مين الاسهل؟ ان انا اغير ايه؟ الاي بي بتاعي تمام؟ وبعدين هو كاتب لك هو من الاخر كاتب لك ان الانترفيس دي الاي بي بتاعها كذا والانترفيس دي الاي بي بتاعها كذا. انا مش عايزك تبقى حافظ كده وملصم، عايزك تبقى عارف ايه. مش مهم. اهو لو ده اتغير وده اتغير هتتحل. ايوه بس انا متوصل كاند يوزر مش كادمنستريتور. وهو كاتب لك صراحه كده. والاسهل ان انا اغير هنا مش اغير. صح يا معلم. قول يا وحش. تاني بس معلم. تاني؟ مهند. انت عارف المشكله ايه طيب؟ لو مش عارف يطلع على النت. لان بص الاي بي ادرس بتاعه 192.168.11 جيجا سلاش 24 يبقى السكوب اللي هو فيه 11 اكس. الجيت واي المفروض يبقى كمان 11. لا ده جيت واي واحد. يعني ده في نتورك وده في نتورك ثاني فبالتالي ما يعرفش يطلع عن طريق. فلازم نغيره يا الاي بي بتاعته يا بتاعته. بس الاسهل ان احنا نغير الاي بي ده لان ده مكتوب اهو ان هو 1-1 وظهر على انه 1-1. يبقى نغير الاي بي ادرس بتاعنا الى 1-2. اللي بعده يا رجاله وريها بس الاختيارات. دي مشكلة رونج دي ان اس ولا رونج دي في جيت واي ولا انكوريكت اي بي ادرس ولا انكوريكت سب الماسك؟ المشكلة دي انكوريكت اي بي ادرس. اللي بعده. هات لي المسألة تاني. حدد الماسك. تعالى يا اخويا تعالى. الماسك ده كام؟ هي كلاس سي. المفروض ماسكها كام؟ هنعمل سبنيتنج؟ اعمل. عارف لو لعبت في الماسك ده عارف امتى تقدر تخليهم الاثنين في نتورك واحده؟ لو قلت عن ماسك 24. وهو احنا ينفع نقل عن الماسك؟ احنا بنزيد. كل ما تزيد هتلاقي 11 في نتورك وواحد في نتورك ثاني. الحاله الوحيده اللي تجمعهم لك في نتورك واحده انك تقلل الماسك على 24. يبقى ده سمري ما يبقاش اي بي بتاع حد. معايا؟ خلي بالك. الاي بي اللي بياخده انترفيس او بياخده جهاز لازم أن يكون بالديفولت ماسك او بماسك اكبر. يعني سبنت ماسك. لكن لو بماسك اقل يبقى سمري وما ينفعش جهاز ياخد سمري. ازاي؟ اللي بعده وحش. سمري يعني ملخص مجموعه الاي بيات مع بعض. يعني اسمك ايه؟ اسمك ميه سمري؟ اسمك سمري؟ نورتش. تريسنج جود او تريس سمري او تريس ار تي لانه على بي سي. عملت تريس ار تي على 10/16 176/23 انتر. اما قال لك انا بعمل تريسنج 31 ده زمن الذهاب وزمن المجيء والافريج. اول حد رمى لي المعلومه ده طبعا الناس اللي حضروا اللاب ده اتفرجت على التريس كله بقى. ده اول حد رمى بعدين ده رمى بعدين ده رمى بعدين الحد اللي انا بتريس عليه 10/16 176/23 اخر حد رمى ورد يبقى كده التريس نجح ولا ما نجحش يا شباب؟ يبقى كده التريس نجح ما فيهوش مشاكل. اعتبر لك التريس كومبليت. بيقول لك هوست اي هاز تيستد الكونكتيفيتي تو ا ريموت نتورك وات از ذا ديفولت جيت واي فور ا هوست اي. مين بقى الجيت واي؟ اول واحد رمى طبيعي. يبقى فعلا هو 172/16 182/1 هو ده الايه؟ هو ده الجهاز الجيت واي بتاعي. برافو يا رجاله. اللي بعده. او راوتر المعلومه في التريس بتخرج بتي تي ال بواحد. يوم الجيت واي بتاعك اللي هو الراوتر رميها ويبعت يقول لك انا وده كان من ضمن الحاجات اللي قلنا الناس تعملها التريس بس واضح ان الناس تطنش. طبعا بما اننا على الهواء مباشره احنا ممكن ننادي اسماء الناس اللي كان عليها هوم ورك وما عملتوش عشان ازاي حل الامه العربيه. ناديهم يا رجاله. ناديهم يا باشمهندس. اول واحده 10 كمان اسمهم اثنين بس. والله العظيم. والله العظيم طبعا باشمهندسه حلو. طب نازل يا عشر. وات از سنس يا سيدي؟ ايه هي الكارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن؟ بيقول لك ات از ديترمينستيك ميكانيزم ذات الاو ذا اوردرلي ترانسميشنز اوف فريم. هي حاجه معموله علشان تبعت الفريمات بترتيب معين اوردرلي. طب هي واي ذات بريورتي او ذات بريورتي is determined for a data transmission based on a MAC address. السيستم سي دي هي طريقه كده تحط بريورتي للماك ادرس. لا طب هي set of faults that determine
الباس سيليكشن ايه هل الانترنت كويس؟ هي حاجه بتحدد الباس سيليكشن. طب مين اللي بيعمل الباس سيليكشن ده؟ راوتينج. بقول لك الباس سيليكشن ان انا الانترنت نتورك سويتش. لا سويتشنج. لكن لو هنتكلم عموما الراوتينج، لكن السويتشنج هي الان الانترنت نتورك. طيب هي السيت اوف رول ذات الاو ذا بيست ايفورت ترانزميشن اوف ا فريم ان انا لاي انفايرمنت، هي اللي بتخليك تعمل البيست ايفورت، يعني اقصى استفاده ممكنه في عمليه الترانزميشن في اللان. لان عن طريقها ما بيبقاش فيه كوليجن، فبالتالي مش كل شويه هنخبط وموقفين ونبعت ولا نخبط، يبقى كده بنوصل بيها للبيست ايفورت ترانزميشن. اوكي يا وحوش؟ طيب يبقى الاجابه دي. اللي بعده خمسة وتسعين سؤال. اخلصوا 11 12 واحدة مع بعض بقى. عمل ايه يا باشا؟ ايه؟ عمال تحت عين قوي. 39 سؤال ومنزل الناس من بيوتها على 39 سؤال. What kind of cable should be used to establish a trunked link؟ يا عم احنا ما خدناش الترنك يا عم، كفر دماغك. Between two catalysts، اتنين catalysts احنا ما خدناش. كفر دماغك. Switches. ايه الكابل اللي توصل ما بين سويتشين؟ على فكرة الكاتالست 259 دي السيلز بتاع السويتش. كانت 259. اللي هم في الراك بره الاربع سويتشات اللي تحت خالص دول كاتاليست 250. اتنين سويتش هنوصل ما بينهم ايه؟ كابل نوع ايه؟ نازل يا وحش. كابل ايه؟ كابل كروستال. اللي بعده ايه نوع الكابل هنا يا رجاله؟ كابل ستريت. كابل هنا؟ ستريت. كابل هنا؟ كابل هنا؟ برافو عليك. كابل هنا سيريال. طالع علوان في رجل ايه اهو. كابل هنا؟ كابل هنا؟ الراجل ده متوصل على انه اند يوزر. يبقى ده كابل ستريت. لكن ده متوصل على انه نتورك ادمنستريتور، يعني واحد قاعد بيكونفيجر او كونكتد تو كونسول بورد، حتى من غير ما يقول كونسول. كلمه نتورك ادمنستريتور يعني واحد داخل يعمل كونفيجريشن. يبقى الكابل ده كابل ايه؟ رول او كونسول زي ما يسميه. اللي بعد راح الكونفجريشن يا جماعه، مش كان في اوامر بتتعمل هنا على ار اكبر من ولا ده اسمه اليوزر مود؟ كان في حاجه هنا ده كان اسمه البريفليج مود، كان في حاجه هنا ده كان اسمه جلوبال كونفجريشن مود، كان في حاجه هنا ده اسمه السب كونفجريشن مود. على فكره الايوسز القديمه وزمان ما كانش فيه الكلام ده، كان هو مود واحد بس وبتعمل من عليه اي حاجه. ولكن لما بدات الانفراستراكشر بتاعت الشركات تكبر قوي، وانا مش عايز اي واحد معاه سي سي ان اي شغال عندنا في الشركه يبقى هو مود واحد زيه زي البروفيشنال زيه زي الاكسبرت كلهم بيقدروا يعملوا كل حاجه، قال لك لا وقف، قسم الليمتات. الحاجه الفلانيه تتعمل من هنا والحاجه الفلانيه من هنا والحاجه الفلانيه من هنا، بدا يظهر اللي هو اكتر المكان اللي تقدر تكون فيه. يقول لك ايه هو الجلوبال كوماند؟ هل هو الكوماند ذات از افيلابل ان افري ريليز اوف اي او اس؟ اي اي او اس فيها حاجه اسمها جلوبال كوماند؟ لا، الاي او اس القديمه ما كانش فيها الكلام ده، كان كله بيتعمل من مكان واحد. طب هو كوماند ذات كان بي انتر ان اني كونفجريشن مود؟ يعني الامر اللي يتكتب هنا يعتبر جلوبال او هنا او هنا او هنا؟ لا لا لا، لازم يتكتب على الجلوبال كونفجريشن مود. طب هو كوماند ذات از يونيفرسال ابلكيشن اند سبورت اول بروتوكولز، هو بيشتغل مع اي بروتوكولز؟ لا، على فكره في الاول بيتعامل مع الاي بي بس، في الاول بيتعامل مع الاي بي اكس بس، في الاول مع الاي توب بس. لا لا، هو كوماند ذات از امبلمنتد ان اول فورين اند دومستيك ال او اس فيرجنز، خلي دي كانها هي هي رقم، مش كل الريليز مش كل الفيرجن مش كل الدومستيك ال او اس. لا هو كوماند ذات ست وانس اند افكت ذا انتاير. ايه
هو بيتكتب مره ويأثر ثواني. هو امر هوست نيم مش كان بيكتب من عندنا كونفيجريشن؟ لو انت قلت هوست نيم علي هيأثر في في في, في الكولر كونفيجريشن بس ولا في كل المودات؟ هتلاقي نفسك بقيت على علي. ايوه علي علي عارف كده؟ اه هو امر بيتكتب مره ويأثر على. طب والسب كونفيجريشن هو امر بيتكتب مره ويأثر على المكان اللي كتب فيه بس. يعني لو دخلت على الانترفيس وقلت له نشر دوت ده بيفتح كل الانترفيسز ولا بيفتح الانترفيس دي بس؟ لو دخلت على الكونسول وحطيت باسورد ده بيحط باسورد على كل اللوجن على الراوتر ولا على الكونسول بس؟ لكن الراوتر اللي على الجلوبال بيأثر على الانتاير راوتر. يبقى هو الاجابه رقم ايه؟ بعد وحش كريم. ايوه انت فين يا عم؟ تحت انا شايفك. انت فين؟ جيب لك سندوتشات يطلع في الكاميرا. جيب لك سندوتشات؟ يا ريت. حد من جنبك مزعلك؟ لا خالص. اخويا ما حدش زعله يا جماعه خلي بالكم منه. كل شويه تديله اي حاجه. اوه. كريم الله يكرمك. مفيش والله. ارضى عنا يا ايوه ارضى عنا الله يكرمك. ارضى عنا يرضى عنك ربنا. النتورك دي يا رجاله. سام بروكاست وكام كوليجن. دي انا جت على ماشي كويس. انت بتفكرني اعمل له خاص. كام نتورك؟ كام كوليجن دومين الاول؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 كوليجن. كام بروكاست؟ ما فيش راوترات يبقى كلها واحد. كلام سليم جدا. اللي بعده وحش. ريفيرتوز اكزاكت. اه دي تراك ودروب. دي في الامتحان تراك ودروب. دي اي دي اسمها دي اي دي كويستشنز تراك اند دروب. وصل اه وصل. اسحب وتسحب كده وتشط نازل اهو. الله حلو قوي. الراوتر ده راوتر ولا سويتش؟ لا بجد على فكره الراوتر ده ايه؟ راوتر. تقوم ساحب الراوتر كده. صاحب الراوتر ده تحطه ايه؟ طب الراوتر ده نوعه سويتش ولا دي تي اي ولا دي سي اي ولا ديجيتال لاين ولا وان ولا دي تي اي؟ اه نوعه دي تي اي. طب والجهاز ده اسمه ايه؟ طب انا عندي سي اس يو دي اس يو وعندي انالوج مودم ده يبقى ايه بقى؟ هو نوعه الاول دي سي اي ولا دي تي اي ولا ديجيتال لاين؟ دي سي. نوعه دي سي واسمه اه. حد فاكر الفرق ما بين المودم وما بين السي اس يو دي اس يو؟ المودم بيحول من ايه لايه؟ انا بتشتغل وبتشتغل لايه؟ والسي اس يو دي اس يو بتشتغل لديجيتال ومن ديجيتال لديجيتال. طب ده بقى سي اس يو دي اس يو ولا مودم؟ بص طبعا انت متاكد ان الناحيه دي ديجيتال صح؟ برافو عليك يا وحش. اشوف ده لو ده انالوج لاين يبقى ده مودم لان بتبقى دي انالوج ولو ده ديجيتال لاين يبقى ده سي اس يو دي اس يو لان كده ديجيتال كده ديجيتال. ها ده ايه بقى؟ ديجيتال لاين مفيش اصلا انالوج لاين. لو ده ديجيتال لاين يبقى ده سي اس يو دي اس يو ولا ده انالوج مودم؟ تمام. ودي تبقى ايه؟ وان سيرفيس بروفايدر. هو ليه اللي قبل المودم ديجيتال؟ لان ده كمبيوتر يا باشا. ده كمبيوتر وراوتر. كمبيوتر وراوتر ديجيتال. نزل يا وحش. هو سؤال تاني وبعد كده اسئله. ايه الناحيه دي يعني؟ هو اصلا مش دي. ما هو اللي بعده ده سلك. السلك ده ديجيتال ولا انالوج؟ لقيته مديني اختيار واحد بس ديجيتال. تمام تمام. يا سلام. كروس ستريت رول تراك ودروب. راوتر مع هاب ايه يا رجاله؟ راوتر مع هاب. بي سي مع راوتر. لسه في ناس بتتلخبط. بي سي مع راوتر ستريت. مين لون ستريت ده؟ لون الضلمه. بي سي مع راوتر يبقى ستريت ليه يا وحش؟ البي سي فلير 7 والراوتر فلير 3 يعني دي تي اي مع دي تي اي يبقى كروس. بي سي مع سويتش. مودم مع راوتر اوكزيلري رول رول اوفر. ده اوكزيلري بورد اللي هي بديل الكونسول صح؟ يبقى دي رول اوفر كيبل. بي سي سيريال يعني كوم.
بي سي سيريال بورت مع سويتش كونسول يبقى ايه؟ رول. سويتش مع سويتش على فصل ايثرنت رول. تمام. اللي بعده هو برضه سؤال بعد ليه؟ كمل كمل كمل. ده بيتسمع تاني. الأسئلة اللي في الصور هو مش ورا منطقي. لا 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 انا مش هجيب الأسئلة غير سؤال واحد من الحتة دي. كل ده سؤال واحد؟ واحد بس من دول اهي. واحد بس من حاجة من الصعيد. لا انتوا بدأتش كلها بيجي حوالي خمس أسئلة كده. من احنا كده حوالي 50 وانت هنا 95 يعني كان سؤال في الامتحان من 51 سؤال خمس ست اسئله خلص بقى. ما زال الناس بيدوروا على الامتحان ناسين اخرتهم ناسين الفهم يا رجاله الفهم اسمى من الامتحان افهم وصدقني والله هتفاجئ بالامتحان هتدخل والله ما هتصدق نفسك ايه ده هو الامتحان بالهيافه دي كان في عندنا بنت النهارده ما اتصلش غير دلوقتي هو في هي دي اضرب ساعتها لا اتصلت وانا ما ردتش شفتوا بقى ده سؤال عادي يا رجاله قولوا او مين يعرف هي الداتا بيز بس للاسف السؤال مخصوص فانا ان شاء الله هجيبه لكم كامل وهفحطه بس مش نتورك وعموم الاي تي يعني يقول لك ايه ده وايه ده وايه ده يعني يقول لك الاي بي فون اللي هي سنت مسج انك بتكلم حد في نفس الثانيه الداتا بيز ان يبقى عندنا حاجه معينه وبنقدر كلنا نقيس عليها وناخد منها حاجه اي تي يعني مش موجود في النص وشور في ايه بس هو ولا حاجه ده ولا حاجه باشا لو عندك سويتش مع راوتر كم ايه؟ ستريت سويتش مع سويتش بي سي كوم مع مش عارف ايه اللي بعده وحش
شويه اسئله على السورس والديستنيشن ماك واي بي، نحلهم في سؤال واحد. نركز في سؤال واحد. لو الراجل ده عايز يكومينيكيت مع الراجل ده والمعلومه ماشيه كده، ماشيه كده يعني يقولها لك ايه؟ يقول لك والمعلومه خارجه من البي سي 1، او يقول لك والمعلومه بتستقبل على فصل سبنت 0 على 0 بتاعت الراوتر ده، هتبقى خارجه بسورس ماك ده وديستنيشن ماك ده اللي هي البورت فصل سبنت 0 على 0، وسورس اي بي وديستنيشن اي بي. طيب والمعلومه ماشيه كده، طب هيسالني ازاي؟ يقول لك والمعلومه لو جهاز ايه بيكلم لو جهاز واحد بيكلم جهاز اربعه والمعلومه دلوقتي خارجه من فصل 0 على 1 على الراوتر راحة للبي سي، او يقول لك والمعلومه بتستقبل على بي سي 4، هيبقى ده السورس ايه؟ وده الديستنيشن، وده السورس، وده الديستنيشن. طب لو ده بيتكلم مع ده المعلومه تخرج بالسورس ماك والديستنيشن ماك والسورس اي بي والديستنيشن اي بي. شكرا شباب. هو لو ده عايز يتكلم مع ده هيبعت في المعلومه اي بي ولا مش هيبعت؟ ايوه هيبعت. انا بقى انا اتلخبطت، انا مش عارف يعني دلوقتي لو الجهاز ده لو ده الاي بي بتاعه 10 1 1 1 وماكو ايه؟ وده ماكو بي وده 10 1 1 2، لما ده يحب يتكلم مع ده هيبعت له بسورس ماك ايه وديستنيشن ماك بي بس، ولا سورس ماك اي وديستنيشن ماك بي وسورس اي بي 10 1 1 وديستنيشن اي بي 10 يعني هيبعت بالاربع حاجات لكن السويتش مش هيبعت اي بي. ارفع ايدك فوق اعلى فين؟ انت مش شايف اي بي؟ الله. طب يا جماعه كده متفقين كلكم انه هيبعت؟ هو البي سي بيبعت. طب هيبعت ليه ما دام كده كده البي سي ما دام كده كده السويتش مش هيسابها؟ اه يا عم علشان انت حفظتنا، علشان انت حفظتنا ان المعلومه ما بتمشيش غير بزار سماك وزي جماك وزي سماك وزي سماك. لا لا الكمبيوتر ده اللي هيخلي الكمبيوتر ده يستقبل المعلومه يبقى فيها الاثنين هيلاقيها مبعوثه عند سيشن ماك فيطلع فيها داتا اي بي. شباب هو الراجل ده لما كان بيتكلم مع الراجل ده والمعلومه كانت بتوصل هنا بالديستنيشن ماك ده ليه ده ما كانش بياخدها له؟ كان بيعديها لانه كان بيجي بيار اثنين يبص على الديستنيشن ماك يلاقي نفسه يقول لا ده مش معناه انها بتاعتك. بص على الديستنيشن نفس كلام البي سي لما بيجي له معلومه يمكن المعلومه دي يا اخي مبعوثه خطا بفلاد اخدها؟ لا ببص في الاير 2 لقيت الماك يبقى ممكن تبقى بتاعتك. او طالع في لير كام؟ طب مين البرنس؟ مين البرنس؟ لا خليك في السؤال، خليك في السؤال. مين البرنس اللي يقدر يقول لي؟ انا بقول لك ما هو ممكن معلومه تكون مبعوثه في لير 2 ابص الاقي الماك بتاعي ولكن اطلع في لير 3 ما الاقيش الاي بي يبقى ما اخدهاش، ما الاقيش الاي بي بتاعي. الله. طب هي مين المعلومه اللي فعلا ممكن تبقى واضحيه زي دي؟ هوب. الراجل بيقول هوب، اقول له حسبي الله ونعم الوكيل. هو لو انت عندك هوب يا وحش، لو انت عندك هوب وده ايه؟ وده بي وده سي وده دي والراجل ده 10 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 والراجل ده باعت 2 10 1 1 2 وبعد بديستنيشن ماك بي هتيجي عند ده هيعمل ايه؟ هيفرند. هيفرند يعني هيعمل ايه؟ يعني هيبعتها لده ولده ولده ولكن مين بس اللي هيستقبل؟ طب بس ده عارف ده هيعمل ايه؟ من قبل ما يوصل للاير 3 هيبقى ده في لاير 2 هيلاقيها مبعوثه لديستنيشن ماك مين؟ فهي مش هيطلع اصلا لاير 3. لا انا بسالك سؤال غير ده، انا بقول لك برافو عليك بروكاست. لو المعلومة مبعوثة ل 12 اف هتوصل لكل البي سي في لاير 2 تلاقيها بتاعته يطلع بيها اللاير 3 ناس ترميها وناس تاخدها زي معلومة ايه؟ اللي هو بيدور على اي او اس الارض. يعني الراجل ده انت عارف الراجل ده لما بيجي يعمل ارض على 10 1 1 2
بيبعت المعلومة للديستنيشن ماك 12 اف وبيبعتها للديستنيشن اي بي 10.1.1.2 تيجي هنا تتبعت لكل الناس كلهم في لير 2 يلاقوها من عنوان الديستنيشن ماك 12 اف ياخدوها ولكن كلهم يطلعوا في لير 3 يلاقوها مربوطة ب 10.1.1.2 كلهم يرموها والوحيد اللي ياخدها هو مين؟ ده فيفتحها خلاص ما بتاعته في لير 2 بتاعته في لير 3 بتاعته فيفتحها فيلاقيها بيسألوه هو انت الماك بتاعك مين؟ يقوم باعت ار ريبلاي يقول انا للماك بتاعي عنده شكل بتاعه. دي بروكاست على لير 2 وفي بروكاست في لير 2 وفي بروكاست في لير 3 لو ار بريكوس ايوه هي الار بريكوس بروكاس تمام يا رجاله هو ده فرح ولا ده ايه ولا حد بيصطاد كلام زين جدا 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 طيب هي تلت رجالة؟ اللي هو ريموت لوجين وانتر تو كاركترستكس هو تلت ايه خصائص التلت؟ هل هو بيسند داتا ان كلير تكست فورمات؟ لا ده كان عيبه انه بيبعت الداتا ان كلير تكست فورمات وكان الحل ان احنا بنسميه مين؟ SSH سكيورشال برافو عليك It's no longer supported on Cisco network device ما بقاش شغال دلوقتي على جهاز سيسكو ايه شغال وصل 3 ارقام ايه صح بي غلط اتس مور سكيور ذان اس اس اتش بالعكس طب ات ريكويرز ان انتربرايز لايسنس ان اوردر تو بي امبلمنتد محتاج ان احنا نشتري له لايسنس معينه عشان نستخدمه لا طب ات ريكويرز ذات ذا ديستنيشن ديفايس بي كونفيجرد تو سبورت ا تيلنت كونكشن اللي هي ايه اللي هي البي تي واي لازم الحد اللي هتلت عليه ادخل على لاين بي تي واي واقول له لاين بي تي واي كذا كذا احط عليها باسورد ولا مش عارف تلت يبقى فعلا هو بيريكواير ارقام ان الحد اللي تلت عليه يبقى الاجابه ايه بيبعت الاجابه ايه؟ بيبعت وحش هي وحش الكلير تكست مش انت مش بتيجي تلت يقول لك دخل باسورد بتدخله انت بيبعت كلير تكست ما فيش فلوس لسه السيتش ما فيش فلوس طيب 33 يقول لك اهو سيز اتمبتنج تو سند داتا سؤال ده لذيذ انا بحب السؤال ده هوست از اتمبتنج تو سند داتا تو انذر هوست اون ا ديفرنت نتورك وات از ذا فيرست اكشن ذات از سندنج هوست وذ ايه لو واحد بيكلم واحد في شبكه ثانيه ايه اول اكشن هيتاخد هيدروب ذا داتا ولا هيسند ذا داتا فين تو ذا ديفولت بلاي ولا هي كرييت ان ار ريكويست تو جيت ا ماك ادريس اوف ذا ريسيفنج هوست ولا هي سيند ا تي سي بي سينك اند ويت فور ا سينك اج وذ ذا اي بي ادريسز اوف ذا ريسيفنج هوست هرجع مين الناس اللي بتقول دي احب اقول لهم احنا هنعمل بعد كده زرار هنا تمام شايفين الازاز اللي ورا ده الزرار ده هندوس عليه يقوم رامي اللي يقول اجابات غريبه جدا من الشباك الناس اللي بتقول دي يا راجل اول حاجه بتعملها بتعمل سينك تي سي بي سينك وتستنى الاكس عشان تعرف الاي بي ده الحد اللي انت رايح له السيشن استابلشمنت بنعمل بيها ان انا اعرف الاي بي بتاع الحد اللي انا رايح له لا يبقى 100% دي غلط مش على الزرار ولا ايه؟ ها الاجابه كام؟ في الارض ده ايه اللي جهاز؟ لازمتها ايه الحركه اللي انت عملتها دي بقى؟ عايز يعرف هو اللي جاي مخصوص تعرف الجهاز حبيبي انت لو بصيت كده مش انت معاك الكمبيوتر؟ بص اه هتجيبها من غير ما تورينا انت تعرفش ان انت معاك؟ ممكن انا اجيبها تشوفها لوحدك جنب البيت هي بي ولا سي؟ هي بي ولا سي؟ فاطمة بتقول المفروض سي ايوه وعلى فكره اللي انا اعرفه برضو بصراحه
ان اول حاجه بعملها ان انا بعمل ابل بوست ولكن لما بكلم حد بره شبكتي بعمل ارب ريبوست دي اول حاجه بس مش علشان اجيب الباك بتاع التيم بتاخد على فكره هو انت بتبعت المعلومه لما حد يبقى بره شبكتك بتعمل ارب ريبوست تجيب الباك بتاع الحد اللي انت رايح له ولا باك الجيت واي يبقى دي كانت صح جدا لو قال لي الماك ادرس فور ذا نيكست هوب او قال لي الماك ادرس فور ذا ديفولت جيت واي دي فعلا اول حاجه او كان قال لي لو انت بتكلم حد وزن سنه طول لو بتكلم حد في شبكتي انا فعلا لما بتكلم حد في شبكتي اول حاجه بعملها بعمل ارب عشان اجيب الماك بتاعه يعني ببعثه مباشره يبقى حد بره شبكتي اول حاجه بعملها ارب علشان اجيب الماك بتاع نيكست هوب بعد كده ابعت المعلومه للنيكست هوب اللي هو الجيت واي يبقى دي بصراحه تاني حاجه بس هي اول حاجه في الموجودين هو مفيش تاني اصلا مش مكتوب يبقى اللي هو بيسند ذا داتا فريمز تو ذا ديفولت هوب تعرف ما تعمل اثنين يوصلوا جيت واي يسال اللي جنبه ويوصلوا يسال اللي جنبه ويوصلوا عشان كده بيقولوا عليه اللي هي بروكسي يعني ايه بروكسي يعني حد بيرد مكان حد تمام طيب في الهاك تيبل هو البي سي عنده هاك تيبل والاوتر في الارض كاش سويتش ماله مال معلومه زي دي ماله مادي هي دي تسجل على الهاك تيبل ولا ايه لما الجهاز جيت واي يتكلم في مره من المرات وبعرف معلومه وقايل ان السورس مات كذا على البروتين وبتسجله في المكتب بتاعي دي زي السويتش بتاع زي ولا ايه؟ فكروا ايه اللي بيموت بقى؟ Which of the following correctly describes the steps in the OSI model OSI data encapsulation process؟ مين يعبر عن الداتا انكابسوليشن في OSI يا زي؟ بيقول لك ذا ترانسبورت لاير، لاير رقم كام؟ أربعة ماشي بيقول لك إن الترانسبورت لاير ديفايدز أ داتا ستريم إن تو سيجمنتس الترانسبورت لاير بتقطع الداتا لحتت صح أند مي أد ريليابيلتي وبتقفل الريليابيلتي والفلو كنترول انفورميشن صح طيب الداتا لينك لاير اللي هي لاير رقم كام؟ اثنين الداتا لينك لاير أدت فيزيكال أد سوري فيزيكال سورس أند ستيشن أدرس اللي هو إيه؟ اللي هو الماك فيزيكال أدرس اللي هو الماك صح أند الإف سي إس الإف سي إس ده اللي هو الفريم تشيك اللي هو السي آر سي بتاعت لاير مين؟ في سي ار سي يا جماعه ولا فكرت فيها في السريع؟ ايوه في كان في لير 2 سي ار سي اسمها؟ اف سي اس فريم تشيك سم بتراجع ايه؟ الفريم مين اللي فين؟ الهوب لوب الهوب لوب كان في سي ار سي في لير 3 اسمها؟ حلو صوتكم هيدر تشيك سم اتش سي اس ودي بتراجع الهيدر بتاع الباكت من اللي فين؟